تشكيله باش تدخل المدرب اليوم شويه ناقصه فهمتي؟ سعد وخاصه شي مهاجم، حنا خاص مهاجم زوين باش ماركي لنا البيت، حنا باش نتفرجوا هادشي ما عجبناش. المهم كنا بغينا نتكراسيو زعما تروازيام، ولكن اخويا لله يلا. اليوم اداء الفريق ضعيف جدا مع توقيت المباراه غير مناسب، 45 درجه في الحراره وما عرفتش شحال صافي. التغييرات اللي داروا ماشي هما هذوك، هادشي اللي بان في المقابله تاع اليوم ضعيفه جدا. ديال الماتش اليوم ديال اليوم شويه صعيب، مع واجهنا فريق كبير هو المحمديه. المهم تقبلنا الخساره وان شاء الله الماتش الجاي الفيكتوار. اعتقد على ان فريق الحسنيه اليوم اخلف الموعد مره اخرى بانتحار جديد داخل الديار امام فريق شباب المحمديه. قبل انطلاق المباراه ربما الفريقين على مستوى الترتيب 29 نقطة لكل فريق، نفس الأزمات يعيشنا على مستوى الإدارة، لأن الفريقين يعانون من أزمات مالية، لا فريق الحسنية ولا فريق شباب المحمدية. شباب المحمدية جاء من يعني المحمدية باش أنه يحقق انتصار واقتص النقاط الثلاث، فعلا تأتى له ما أراد وما شاء. بالمقابل اليوم على مستوى الأداء ديال الفريق سانت أكادير، على مستوى اختيار التقنية التي أقبل عليها عبد الهادي السكيتيوي، على مستوى الدفاع كانت تقريبا أقول وتحمل في المسؤولية المهنية والأخلاقية على أنها يعني اختيارات فاشلة، اختيارات غير صحيحة وفلسفة غير مفهومة مرة أخرى يتحمل فيها المسؤولية عبد الهادي السكيتيوي.